السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل تغذية للمضخة تحت في الأسفل. دي الماسورة اللي هي جاية من معانا من البطارية اللي انت شفتوها في الفيديو السابق، كنت مركب عداد على السطوح. دي الماسورة طالعة معانا على فوق. إن شاء الله هنقص الماسورة اللي هي داخلة معانا دي على الشقة. طبعا الماسورة دي نص بوصة، هنقطع ان شاء الله هنركب حرف تي باذن الله، وهنغذي على شيك بلف، هيبقى خط واحد طالع نازل ان شاء الله. بنلحم المواسير كلها طبعا في اي مكان، يعني نحاول نجمعها كلها وبعدين ننزلها عادي من الفتحة بتاعت الشباك. طبعا في الدور الثامن دلوقتي، ونحاول ان احنا برضو واحنا بنلحم نقص شوية او حوالي سنتي من بوز الشبك معانا، لان بيبقى متجرح ومتبهدل وكده، فممكن يبقى فيها تربة ولا حاجة وما نعرفش ان احنا ننضفها من الخشانة اللي فيه دي، وساعات بيبقى فيه تآكل كده بوز الشبك. لو هو نضيفه كويس خلاص مفيش مشكلة. الخط طبعا كله 3 ارباع اللي هنزله على تحت، لان المضخة اللي هتركب ان شاء الله هركبها ان شاء الله بكرة بإذن الله. المضخة 1 حصان. ففي ناس كتير بتسأل يعني على قطر الماسورة بالنسبة على حسب المضخة اللي راكبة. لو احنا هنركب 1 حصان عادي يركب على 3 ارباع ويركب على بوصة مفيش مشكلة، لكن نص بوصة انا بشوف ناس كتير بيعملوا نص بوصة على موتور 1 حصان وساعات اكتر من كده يعني، فده غلط يا جماعة. انا ريت نص بوصة ما ينفعش الموتور 1 حصان، اقل حاجة 3 ارباع. ان شاء الله هجمعه كله معانا في الشقة فوق، وبعد كده هننزله من الشباك معانا بتاع المنور بإذن الله. دي طبعا جلب الحام، المنتج ده هو البي ار. الماسورة اللي جاية معانا من فوق نص بوصة زي ما انا اتكلمت، اللي كنت مركب عليها العداد، معمولة من زمان وكانت موجودة يعني ثابتة. فاني ان شاء الله هنسلم معانا من 3 ارباع لنص. نحاول برضو ان احنا ايه نخش بمستوى عادي بالنسبة للحام يعني معانا، عشان يطلع معانا اللحام مظبوط ويطلع كويس معانا ومبقاش فيه مشكلة. أول ما تكون الخامة كويسة ونخش في مستوى عدل إن شاء الله هتعمل دبلتين معانا، دبلة من القطعة ودبلة من الماسورة، وده بيكون أفضل لحام يعني. أول ما توصلوا كلهم بجلب لحام زي كده، هو الشبك ده كل الشغل البولي ده كلاته مقاسه 4 متر. اي مقاس فيه من النص بوصة لغاية 4 بوصة او اكتر من كده يعني كلاته، الاطوال بتاعته 4 متر، الصرف الوحيد هو اللي بيبقى 6 متر. وكان في الشغل الاول اللي هو الشغل البلاستيك اللي هو الكله او الالوظة، ده كان 6 متر برضه. لكن شغل البولي حاليا دلوقتي كل الشركات او اي منتج موجود كلاته مقاسه 4 متر في الشغل. في ناس برضو بتسأل بالنسبة للشغل اللي هو الداخلي برضو، بعض المتابعين يعني بيقول لك يعني النص بوصة افضل او 3 ارباع. اكيد طبعا 3 ارباع افضل بالنسبة لشغل البلاستيك. بالنسبة للشغل الحديد زمان كان بيعملوه نص بوصة، كان هو المتوفر. غير كده كان عندنا احنا قطر الماسورة الداخلية الحديد نص بوصة غير القطر الداخلي بتاع الماسورة اللي هي البولي. لو بصينا عليهم كده هنلاقي طبعا الماسورة البولي او الاخضر يعني الشغل البلاستيك اللحام ده بتبقى سمك الماسورة تخين،
فالقطر الداخلي بيبقى ضعيف جدا. ممكن لو انا مثلا سوى عليا في اللحام شويه او غبت شويه في بالماسوره داخل المكوه، بتعمل دبله داخليه تاني، لان انت بتبقى دخلت يعني عملت قطر زياده، فطبعا خلاص وصلت الجسم المكوه، لان اللقمه كلها يعني هنقول مثلا سنت ونص، لو احنا ضغطنا اكتر من كده بوز الماسوره معانا بيسيح وبيقفل معانا القطر الداخلي. فاحنا بالنسبه لو حد مبتدئ، يعني طبعا الفنيين كلهم عارفين الكلام ده، انا كلامي يعني بالنسبه للمبتدئين، لو انت مش هتتحكم او عندك مثلا وقت انت بتحس ان الماسوره دخلت قد ايه دخل المكوه، ممكن تعمل علام وفي مقاسات للشغل ده اهون، وهتخش بالماسوره لغايه العلام، يعني ايه بسهل عليك يعني، بحيث ان لو الماسوره قفلت معانا شويه مع نص بوصه مش هتعدي ميه. يعني في ناس كتير بتعمل شغل وبتفاجئ ان الميه ضعيفه داخل الشقه من جوه. وعندنا الكيعان دلوقتي طبعا متوفره كلها، الكيعان المسلوبه بالنسبه للكيعان بسن او التهات او الجلب كله متوفر، المسلوب ده هو يبقى موجود منه التلات ارباع على نص اللي هو بالنسبة للسن، لان احنا عارفين كل الاكسسوارات بتاعتنا في التشطيب كلها بتبقى نص، سواء محابس او عقل او كرنكات بتاع الخلاط كله بيبقى نص بوصة. مع ان المفروض الحاجات ده هي تتصمم على تلات ارباع، انا مش عارف يعني، لان حتى فتحة الخلاط لو بصينا الخلاط الهاند ميكسر الشغل الداخلي بتاعه يعني حاجات سمكها رفيع جدا وميته بتبقى ضعيفة، حتى تلاقي بالنسبة للخلاط اللي هو الكوبش بتبقى ميته أشد من الخلاط الهاند ميكسر، لأن القلب الهاند ميكسر من جوه نظام كاوتشات بلاستيك كذا طبقة في بعض، فمجرد ما بتحرك كده وكده شمال ويمين بتفتح فتحة، لو بصيت عليها انت من جوه هتلاقيها يعني رفيعة جدا، حتى الكرنك اللي هو اللي بنوصل بيه الخلاط في الحيطة نفس الكلام، بيبقى الفتحة بتاعته الداخلية برضه ضيقة جدا، زائد ان انا لو عندي خلاط شجرة الوصل بتاعته برضه بتضعف المية من ناحية، حتى الشغل الخلاط اللي هو اللاتش اللي بيركب في الحيطة بتلاقي ميته أشد من الخلاط برضو اللي بيركب في الرخامة أو بيركب في الحوض. ليه؟ الخلاط اللاتش واخد على طول من نص بوصة اللي هو أو التلات أرباع اللي موجود في الحيطة مباشر على طول، مفيش وصل راكبة على محاد الزاوية وخانقة معانا المية. طبعا قوة تلات أرباع للتوزيع اللي هي هتخش معايا إن شاء الله على الشيك بلف. طبعا وقت اللحام معانا يعني من 6 لـ7 ثواني، ده شيك بلف عدم رجوع مياه، ده هيركب بالنسبة للماسورة اللي هو هتبقى نايمة معانا، هتبقى في وصلة نايمة كده اللي انا هقطعها ان شاء الله اللي هي بتغذي الشقة معانا، نحاول نخلي بالنا برضو من اتجاه السهم، اتجاه السهم كده ده الدخول بتاع المية، الشيك بلف ده هو 3 ارباع برضو بيقار. طبعا بالنسبة للشغل الشيك بلف بالنسبة للحام اللي موجود ده أفضلهم، ده نازل بـ2 لاقور زي ما احنا شايفين، بس برضو عيبه ان هو سوستة، يعني الشيك بلف ده هو طبعا نحاس ويشتغل معانا البولي في نفس الوقت، ده مسلوب اللي هيركب عليه ان شاء الله مقص او في ناس بتسميه بوش 3 ارباع في نص، ده هيركب معانا على الشيك بلف، يعني هو لو كان معمول بوابة كان هيبقى يعتبر افضل شيك بلف موجود بالنسبة للحاء. محتاج وصلة ان شاء الله هنكمل بيها.
دول هينزلوا كلهم 8 ادوار كلهم، انا لحمهم فوق طبعا، منزلهم زياده معايا، منزله في من البلكونه في الشارع، لان طبعا مساحه الشقه مش هتاخد معانا الكميه دي. وممكن برضو لو انا ما امكنش ان انا انزلها من اي مكان وعندي مسافات طويله زي كده، ممكن الفها عادي، كل الزياده اللي هتلحم يتلف نظام دايره كده، مش هيزعل في اي مشكله. طبعا كل معظم السكان اللي موجودة واخدة من الخزان، بس صاحب المنزل قال انا هركب مضخة تحت وهجيب عداد كارت تحت، ان شاء الله هيركب على مع المضخة، لسبب برضه ان هو محتاج مية، ان شاء الله تشتغل مية من مية الشرب من تحت مش من الخزان. بعد كده خلصت كل هو، ان شاء الله بقى هنجمعه ونلحمه في المنور معانا. كده وصلنا اهون وفي المايه اشتغلت الحمد لله. طبعا كنت مركب له طب تحت عشان نستخدم المايه على ما المضخه تبقى تركب، فبنحط طب كاب في نهايه الخط لان كده جايبه من الخزان مباشر. طبعا ما امكنش ان انا اصور وانا شغال، لان زي ما انتم شايفين يعني انا اشتغلت كله من الشباك اللي فوق ده اهون، كانت فعلا صعبه خالص. ده حرف تي مسلوب داخل معانا مع الشيك بلف، حرف تي دون 3 ارباع في نص مغذي معانا الشقة، وبعد كده ده الشيك بلف كده يجيب من الخزان لكن ما يطلعش مية من المدخل الخزان فوق. ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش ان شاء الله الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.